إذا مات رجل كبير في قومه وهم كفار هل نشهد له بالنار؟ لا، نقول استحق النار. لو أكفر أهل الأرض مات أمامنا الآن لا نقول له أنه في النار، نقول يستحق النار. إن مات على كفر فهو في النار، هذا الذي يقال. شوف من أعتى أهل الأرض كفرا، سين، مات سين بعدما ما عاش دهرا وأمدا مريضا، مات سين. لا يصح أن تقول سين في النار، لا يصح أن تقول سين في النار، بل تقول يستحق النار. إن مات على كفر فهو في النار، لكن تقول جزما هو في النار أنت لا تدري، لعله قد استفاق فأوزع الله في قلبه التوبة فقال لا إله إلا الله فتكون خاتمة الخير له، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. لا نجزم لأحد حتى ولو من أهل الكفر، لا نجزم له جزما أنه في النار، لا، لكننا نقول هو يستحق النار لو مات على كفره.